صاروخ ميلاني المضاد للدبابات هو نظام سلاح صواريخ خفيف محمول مضاد للدبابات من الجيل الثاني، طورته فرنسا وألمانيا بشكل مشترك، وتتمثل مزاياها في الوزن الخفيف والدقة العالية والقوة الهائلة. وصاروخ ميلان المضاد للدبابات هو أخف سلاح صاروخ مضاد للدبابات في العالم. منذ ولادته، تم إنتاج ما مجموعه حوالي 36000 قطعة، واستخدمت عشرات الدول، معظمها في إفريقيا. تمتلك الدبابات قدرات هجومية قوية وقدرات عبر البلاد، ولديها دروع حماية ثقيلة خاصة بها من أجل التعامل مع قتلة ساحات المعارك الضخمة مثل الدبابات. ولدت أسلحة مضادة للدبابات. صواريخ ميلان المضادة للدبابات هي بالتأكيد موضوع لا مفر منه. يعلم الجميع أن فرنسا هي الدولة الأولى التي وضعت صواريخ مضادة للدبابات في القتال الفعلي، وأن الصواريخ المضادة للدبابات التي طورتها فرنسا كانت دائماً تحتكر العالم. في عام 1963، قسم الصواريخ التكتيكية من شركة الفضاء الفرنسية والألمانية إمبيبي شكلت شركة الصواريخ الأوروبية، وهم يخططون لتطوير سلاح صاروخ خفيف مضاد للدبابات. وهذا السلاح هو بطلنا صاروخ ميلان المضاد للدبابات اليوم، ووقت التطوير يصل إلى ما يقرب من 10 سنوات. في عام 1972، تم تجهيز صاروخ ميلان المضاد للدبابة رسمياً بالجيش وبدأ مسيرته الخدمية. صاروخ ميلان المضاد للدبابات مناسب جداً للنشر المتنقل والنشر المرن، لأن تركيبه مناسب بشكل خاص، لا يمكنه التعامل مع القوات الدفاعية فحسب، بل يمكنه أيضاً هجوم القوات الحية للعدو. يمكن القول إن ميلان فريد من نوعه في التصميم، وأكثره تميزاً هو حامله ثلاثي القوائم البسيط، حيث يعتمد الصاروخ على التصويب البصري والتتبع شبه التلقائي بالأشعة تحت الحمراء وتوجيه أوامر النقل السلكي، سواء كان هدفاً متحركاً أو هدفاً ثابتاً. يمكن أن تصيب الهدف بدقة، بالطبع، لا تضاهى مع بعض الأسلحة الحديثة. نظام صاروخ ميلان المضاد للدبابات بأكمله مقسم إلى رفوف الصواريخ وحوامل ثلاثية وصناديق التحكم وأجهزة الإشعال للإطلاق. طول برميل الصاروخ 1.26 متر، ويبلغ طول الصاروخ نفسه 0.755 متر. عيار 0.115 متر في نظام طاقة الصاروخ يعتمد هيكل الدفع المزدوج. يبلغ أقصى دفع لمحرك المرحلة الأولى 275 كيلو نيوتن، ويبلغ أقصى دفع للمرحلة الثانية 108 كيلو نيوتن، ويبلغ معدل إطلاق صاروخ ميلان المضاد للدبابات 200 متر في الثانية، وأطول مدى فعال هو 2000 متر، وأقصر مدى هو 25 متراً من الإطلاق أي تدمير الهدف الأبعد يستغرق 1.2 ثانية، والمدى في الواقع قصير نسبياً، وهو أحد أسباب ظهوره بشكل متكرر في ساحة المعركة الأفريقية، لأنه في بعض ساحات القتال في إفريقيا هذا المدى كان كافياً. مجالها الدقيق للرماية أقل من 0.5 متر. الرأس الحربي يستخدم جهاز تشكيل الطاقة الخارق للدروع، وزنه 3 كيلوغرامات، ووزن المتفجرات 1.45 كيلوغرام. جدير بالذكر أن صاروخ ميلان المضاد للدبابات يمكن استخدامه في بيئة من 40 إلى 50 درجة تحت الصفر، ولن يتأثر معدل إطلاق النار والمد. ومن حيث القدرة على الحركة، يمكن أن يحقق نصف قطر دوران لا يقل عن 500 متر. يتم تشغيل صاروخ ميلان المضاد للدبابات بواسطة شخصين، أحدهما كمطلق الصواريخ والآخر كحاشي الصواريخ، فإن العملية بسيطة نسبياً. مطلق الصواريخ يحتاج فقط إلى التصويب على موقع الهدف من خلال جهاز توجيه إطلاق السلاح، ثم إطلاق الصاروخ. في هذا الوقت، سيدمر الصاروخ الهدف تلقائياً، ولديه القدرة على تجاهله بعد الإطلاق، ولا يمكن استخدامه من الأرض كما يمكن إطلاقه من الجو. على الأرض، يمكن تثبيته على العديد من المركبات المدرعة والمركبات العسكرية والدبابات، ويمكن تثبيته على بعض طائرات الهليكوبتر الخفيفة. وقد خضع صاروخ ميلان المضاد للدبابات للعديد من التحسينات منذ ولادته، وتم إجراء التحديث الأول في عام 1983. يطلق على صاروخ ميلان المضاد للدبابات المحصن أيضا اسم ميلان من النوع 2، وقد أدى هذا التحسين إلى تحسين الدقة الأصلية للصاروخ إلى مستوى جديد، وهو أكثر ملائمة لعمل الرماة، كما أضاف صمام لزر الحالة الصلبة بالقرب من الانفجار إلى الصاروخ، يحسن قدرة تدمير الدروع بشكل كبير. نقطة قلنا أعلاه أن صواريخ ميلان المضادة للدبابات تظهر بشكل متكرر في ساحة المعركة الأفريقية،
والسبب هو أن مرونتها القتالية ومداها الأدنى البالغ 25 متراً مناسب جداً للشوارع إلى خ. العدو يقاتل وتعدد استخداماته قوي للغاية، والأهم من ذلك أن معظم المعدات في إفريقيا هي أسلحة مصنوعة في فرنسا، مما يجعل ميلان مشهورة جداً في إفريقيا. يقول للبعض إن ميلان لا يتعامل مع الدبابات فقط بل مروحيات وزوارق دورية وحتى صواريخ. وفي حرب الخليج كان هناك سجل باستخدام صواريخ ميلانو ضد صواريخ سكود، كما أنها حققت رقماً قياسياً جيداً في ذلك الوقت. هذا يدل على قوة ميلان بشكل عام، على الرغم من أن صاروخ ميلان المضاد للدبابات به بعض أوجه القصور في المد، فمن الواضح أن مزاياه في الجوانب الأخرى تلقي بظلالها على هذه النقطة. لا يمكن إطلاقه على الأرض فقط، ولكن أيضاً في الهواء، بل أيضاً في شعور قوي قليلاً. في البداية، بالإضافة إلى إنتاج فرنسا وألمانيا لميلان، هناك دول أخرى تنتج أيضاً، مثل المملكة المتحدة والهند وإيطاليا وما إلى ذلك. الآن، 43 دولة تستخدم ميلان المضاد للدبابات نظام صاروخي. وقبل أن تسقط أضواء ميلانو، أعلنت فرنسا عن سلاح جديد، والذي ذكرناه أعلاه، وهو أحدث نظام سلاح صاروخي فرنسي مضاد للدبابات، أي MB، ويطلق عليه كثير من الناس اسم ميلون ترمينائف، لأنه من المحتمل أن يحل محل ميلان في المستقبل، وأن يصبح أكثر أنظمة الأسلحة المضادة للدبابات شيوعاً في أوروبا. يتوافق MB بشكل أكبر مع احتياجات القتال الحديث، فهو لا يمتلك قوة فتكاً قوية فحسب، بل يراقب الصاروخ ويتحكم فيه بعد إطلاق الصاروخ. لا يختلف في الأساس عن ميلان في المظهر، لكنه أبعد من ميلان من حيث المد. يتجاوز المدى الأقصى ل4000. في عام 2015 أصدرت فرنسا سلسلة من الاختبارات على MB. من الواضح كانت النتائج ناجحة للغاية، وإلا فلن يتم الإعلان عنها. أثناء الاختبار، أجرت الإدارة الفنية للجيش الفرنسي تجربتين لإطلاق صاروخ MB المضاد للدبابات. تجاوز المدى الأقصى لإطلاق الصاروخ في هذين الاختبارين جميعاً 5000 متر، وكان ممتازاً أصاب الهدف. هذا المدى أطول بألف متر من النطاق الذي تم الكشف عنه في البداية، والذي يبلغ 4000 متر. إنه لا يرث مزايا ميلانو فحسب، بل يحسن أيضاً أوجه القصور إلى مزايا. بعد إطلاق الصاروخ، الصور التي تشاهدها صواريخها ستنقل إلى لوحة عرض مطلق النار عبر الألياف الضوئية، حتى يتمكن مطلق النار من تصحيح الصاروخ وفقاً للمعلومات التي يشاهدها. ولديه أيضاً قدرة معينة على مقاومة التداخل، ويمكن القول إن ميلان قاذفة بغض النظر. يمكن تغيير MB بعد الإطلاق. في الواقع، من وجهة النظر هذه، تجاوز MB الآن معظم الصواريخ المضادة للدبابات. حسناً، هذا كل شيء لفيديو اليوم. إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا الفيديو، فلا تتردد في مناقشته مع الجميع في منطقة التعليقات أدناه. شكراً لك على المشاهدة، وداعاً.